في إطار مساعيها الرامية إلى الترويج لمملكة البحرين في الأسواق العالمية، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي، والذي يعنى باستقطاب جميع المهتمين والعاملين بقطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم. بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إن مشاركة مملكة البحرين تأتي بغية عرض المقومات الجاذبة التي تمتلكها مملكة البحرين ضمن الأسواق العالمية، وذلك تماشيا مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز القطاع السياحي المحلي. في نسخة هذا العام من المعرض ستستعرض مملكة البحرين تراثها الثقافي الثري والمشهد السياحي المزدهر، كونها تشهد نموا مستمرا، علاوة على سعيها لتحسين خيارات الإقامة للزوار، وذلك عبر تدشين 28 منشأة جديدة بحلول عام 2021. تندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستويين الإقليمي والعالمي. الحمد لله، هذه لدى المشاركة للعام السادس على التوالي في سوق السفر العالمي WTM، وعندنا في هيئة البحرين السياحة والمعارض سعيدين جدا بحضورنا اليوم. اليوم الحمد لله عندنا 15 مشارك من قبل قطاع السياحة، من قطاع الفندقة والضيافة والسفر أيضا. الحمد لله احنا اطلقنا ايضا مكتبنا التمثيلي لهيئه البحرين السياحه والمعارض في بريطانيا من قبل سنه ونص تقريبا، والحمد لله استطعنا احنا كهيئه من خلال هذه المعارض ان احنا نتشارك مع مكاتب السفر ووكالات السفر اللي موجوده في بريطانيا وفي اوروبا بشكل عام لبيع عروض للمملكه، والحمد لله استطاع مكتبنا في بريطانيا ان يحقق انجاز كبير، استطاع ان يبيع ما يقارب 7000 باكج الى مملكه البحرين من شهر يناير الى شهر نوفمبر فقط من خلال مكتبنا، وهذا طبعا له عوائد مباشره في اقتصاد المملكه.